لو حصلت مبايعة عبر الهاتف فهل ينتهي الخيار بانتهاء المكالمة؟ هذه محل نظر، المبايعة بالهاتف محل نظر، لأنه يدخلها أحياناً الكذب والمزح والتمثيل، ألا يدرى هل هو حقيقة الصوت، هذا هو صوت الحقيقة؟ لكن بعض العلماء يقول لا بأس، ويعتبر التفرق بالقول، إذا نزل السماعة تفرق. ذكر الإمام النووي في شرح المجموع شيء من هذا، في المجموع شرح المهذب ذكر شيء من هذا، أنه يصح ويكون المجلس هو انتهاء الكلام إذا كانوا معهم في مكان واحد، بل بالمهاتفة شيء ينقل الصوت، شيء ينقل الصوت ويوصله للطرف الثاني. نعم.